Welcome to A'alim Institute. This is teacher Abdul Rahman Shaheen. Assalamu alaikum, Musa. How are you? This is your course plan. We will start, inshallah, your course from Surah Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا In this surah, you should notice some notes like Ar-Rahman Ar-Rahim. Make it clear. Don't say Ar-Rahman Ar-Rahim, but it's Ar-Rahman Ar-Rahim. And also make Ayn clear in this word. Al-Alameen. And also make it clear in Iyaka na'budu, na'budu, na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. And in the word الصراط ط ط make the ط heavy, yeah. الصراط المستقيم. And also صراط. And make this غين and ض, yeah. Make them clear in al-maghdubi, al-maghdubi alayhim. Yeah, let's go to another surah, Surah Al-Jinn. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. جزاك الله خيرا. See you إن شاء الله in our class. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.